قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. هذه ينابيع الكتاب تدفق تجريد. السلام عليكم، نور الدين يوسف موسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الخالد. وفي عطاي خير معه. 15 اي معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عليكم السلام. شلون النصرة؟ خير. عشان تبقى مرنة يلا صباح. هاي. صباح أختي. ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. ما شاء الله بارك الله فيك. الله يرضى عنك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا لما الخير سك ورما. خير والحمد لله. عاد بنو في عين ولا لين. هبي مي سوما شوكتو. أول شوكتة. ما شاء الله ولا لين. يغير دي بشاء الله. أمان. ما شاء الله. وين هبي يي إن وح خد كي نقول أشرا. إن هيبو يا حفصة. إن يا نعيمة. واسو ده مقلنا سوماها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. هل كان يوم مدرسة الأمير حفظ القرآن الكريم كه أو كمدة مدرسة بدن أو هاسي مادة جمعية الهدى كذي مركي ودعي كورونا فيروس عذر كان أدون كورن سامي إلهي سبحانه وتعالى هنا ذكر قاده إن وحاي كفكرة شركة الصمتل قاب كي أي سقوح النال هايين معلن كي أقول جيس تشوجة يا أرضيدي أجريه هذا شو جا؟ القرآن كنا يوصي وذي الحياة، وحيس مين برنامج كا لما جع بحيس سبعس أو ودو سينية معلن كا إنه أرضيدي أجريه هذا شو جا وكده جيسن كرا القرآن كعشر كي ودي كرا. إسلامر كنا أرضي بدن أجريه هذي شو جا والله سبعين كرا مركليه. رنتي وبرنامج الأميرهان النوسو شيتي إن مدرسة ده هاسي مادة جمعية الهودنا أي أدوقة فايديستين. إن إلهي سبحانه وتعالى خير هالسيو شركة دمرك هذا بشيل قيبة الصمتل وبرنامج كان هيرجليسي ما همرك يجوه الرئي هذا بشيل وقرآن كإلهي كرياله وكفكرين وكرياله ومرك برنامج كذا نوكله وقبته إلا دوري سقاشن كي وحيسو ودين ترتن كقرآن كريم كا يودن كوجوين أرنت يسوع مالجلينيين إن آذيات برهنتهم هاد علنا إلهي وحن كبرين وإلهي سبحانه وتعالى عذر كان أدون كورن أفي إلهي سبحانه وتعالى ويناكر قاضه إن اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والسلاسل والمحن ما ظهر منها وما بطن وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.